الو. الو مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ مش مصدقه انا بكلم حضرتك. ربنا يخليك يا رب، ميرسي ليكي خالص، ده من ذوقك. طيب اتعرف بيكي؟ انا توتا. توتا كم سنه يا توتا؟ 20 سنه. 20 سنه مرتبطه يا توتا؟ والله يا استاذ حسين هي انا عندي مشكله صعبه ومعقده وفقد الامل فيها خالص. انا بموت في المشاكل المعقده بقى. خش يا توت عليا بالمشكله الكبيره، احذفي لي القنبله. هو المفروض ان انا مرتبطه بقالي سنه، الشهر الجاي هتم السنه. كنت مخطوبه ما حصلش نصيب، واحده صاحبتي عرفتني على واحد. هو بصراحه هي عرفتنا ان احنا خطوبه وجواز وكده. جينا اتعرفنا على بعض، انا كنت رافضه الكلام ده خالص، بس جينا اتعرفنا على بعض وانسان كويس. وجينا طبعا سيبنا بعض، احنا فضلنا مع بعض شويه. طبعا اخويا سال عليه، هو قال لي تعالى نخرج مع بعض. خرجنا انا وهو وهي وناس شافونا مع بعض، وراح قالوا لاخويا. طبعا اتضربت واتبهدلت وخدوا مني التليفون وكل حاجه. وقعدنا فتره ما نكلمش بعض. اخويا لما قلت له ده بيحبني وعايز يخطبني وكده، راح سال عليه، وحضرتك في اتنين اسم نفس الاسامي بالظبط، هو واحد تاني. قالوا ان هو تاجر مخدرات وكده. فاخوكي سال عليه قالوا له على التاني. انا بقى معرفش ان هم قالوا له على التاني. انا جيت قلت لصاحبتي وقلت له ان اخويا مثال قلت له ان هو تاجر مخدرات. اخويا لما جيت قلت له ده جده صاحب بابا وعندنا هنا في المنطقه. قلت له ان هو صاحب بابا وكده، ومعرفته جد امي. قال لا، هم الناس كويسين وباب محترم وبيصلي وعارف ربنا بصراحه. جيت طبعا حصل مشاكل، مامته كلمتني وقالت لي لو انت عارفه مين اللي قال على ابني كده ما تقولوش، لان هم شباب وهيتخانقوا مع بعض. قلت لها حاضر، وكلمتها وما فيش حاجه، وبقينا كويسين مع بعض وعدينا المشكله. المشكله بقى ان هو كل مره بحس ان هو يبقى قريب معايا ويبعد، تتغير خالص، ما بقى زي الاول. وكل ما اجي اقول له هنعمل ايه في الموضوع بتاعنا يقول لي انا مش عارف، ربنا يحلها. وبصراحه انا حارب الدنيا كلها عشاني وعملت كتير. ثانيه بس، ربنا يحلها في ايه؟ ربنا يحلها دي لو في مشكله، ما خلاص المشكله اتصلحت. المفهوم الغلط ولسه ظروفه على قده، لان هو بيدرس في معهد وكده. وهو الولد الكبير. وبابا مش هيقدر يساعده. بابا متوفي. وهو الكبير وهو ما بيحبش ياخد حاجه من حد. فانا قلت له انا هستنيك، لو بدل السنه اتنين وتلاته انا هستنيك. هتحط ايدك في ايدين بعض مع بعضينا. هو كل شيء يقول انا بظلمك معايا وانا ظلمتك معايا. انا ما بيجيليش عرفان، انا بيجيلي عرفان كثيره، هو عارف بكده، بس انا رفضت الدنيا دي كلها ومستعد ارفض الدنيا دي كلها عشانه. بصي، كل شيء ليه اخر، وكل شيء ليه يعني حدود، زي ما بنقول كده. ما ينفعش ترفضي الدنيا كلها علشانه وتقعدي ملطعاله 7-8 سنين عقبال ما يقدر يرتبط بيكي. تعالي نتكلم بالعقل، يعني ممكن تنتظريه 2-3 سنين، بس تلاقيه بياخد خطوات ايجابيه وقويه جدا علشان يبني. ما هو كل شيء في الدنيا ليه مؤشرات، لما تشوفي المؤشرات واضحه قدامك تقدري تستني، يبقى في اللي بيشجعك انك تنتظري. انما لما تشوفي ما فيش اي مؤشرات وهو محلك سر قاعد بيشتكي بس، او قاعد بيفصص لك في همومه، او قاعد بيحط لك الحجج اللي مش قادره تتكلمي فيها، امي عيانه وبعالجها، اخواتي بجوزهم، طب انا هعمل ايه، طب انا هجيب منين، يبقى انت هتنتظري ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فاحنا عشان كده بنقول صاحب العقل يميز. صاحب العقل ده يبتدي يتكلم ويشوف كده الولد ده حلو جدا، ابن ناس واهله ناس طيبين وهو خلافه، طب على عيني وعلى راسنا. طيب انت هتعمل ايه؟ خطتك ايه؟ فكرت ازاي؟ ناوي تعمل ايه؟ كده. لان الدنيا بتجيب خلف، يبقى احنا كمان نجيب خلف. وعايز اقول لك حاجه، كتر الزن وانت فين وما بتسالش، وانت فين وبكلمك وترني عليه وتكلميه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، ده اللي بيخلي الراجل يتغير من ناحيه الست. ده اللي بيخلي الراجل ينسحب. وعلى فكره الراجل كمان لو حب وبدا يزن كده على الست هتنسحب منه، او بمعنى اصح هيبقى خفيف رخيص.
قليل في عينيها، فكل ما تقلنا وبقى لينا وزن كل ما حلوينا. وفي نفس الوقت برضو برجع افكرك حطي النقط على الحروف.